بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ازيكم حبايبي ومتابعين حواء عاملين ايه يا رب تكونوا في احسن صحه واحسن حال بامر الله النهارده هنعمل مع بعض فيديو جديد زي ما انتم شايفين ان شاء الله هنعمل نوع من كريمه الحلويات نوع موفر اقتصادي وفي نفس الوقت لذيذ وبيرمي معاكي كميه كبيره آه ممكن اقولك ان انا ما شفتش مش هقولك ان انا ده من اختراعي او ديت من وصفة من عندي خاصة بيا بس ممكن اقولك ان انا ما شفتش حد عملها قبل كده على اليوتيوب هنعمل نوع من الكريمة اول حاجة تعالوا نشوف مع بعض آه المكونات بتاعة اول خطوة هنعمل الكريم شانتيه الاول دي اول خطوة معايا كوبايه من اللبن او الحليب المثلج تمام؟ يعني ممكن هو مش مثلج قوي انا يعني مش مفهوش تلج ثلج لان احنا في الشتاء فهو ساقع يعني حلو معقول لكن في الصيف لازم يكون في حبيبات تلج مسلق. تمام كده دي كوبايه كوبايه من الحليب هناخد للكوبايه ايه هناخد كوبايه من الكريم شانتي الكريم شانتي دوت نوع خام لو هتجيبي اللي هو المحلى يبقى كوبايتين كوبايه اللبن ديها كوبايتين تمام ليه لان التركيز بتاع الحليب بتاع الكريمة كريم الخام بيبقى أتقل من اللي هي محلاة تمام فاحنا كده يبقى معايا هنا دي كوباية من الكريم شانتيه الخام البودر الخام تمام كده حطيتها على اللبن معايا كمان تاني ايه معايا دوت ربع كوباية من السكر طبعا تبع رغبتك في التحلية عايزة تزودي مفيش مشاكل عايزة تقللي برضو براحتك بس الكريمة بتاعتنا خام ما اي سكر يبقى ربع كوباية من السكر البودر معايا كمان ظرف كده او ورقة من الفانيليا هحطهم كده كلهم على بعض وهكون مجهزة المضرب بتاعي وهقلبهم وابدأ اضرب في الكريمة بتاعتي لغاية لما تديني آه القوام المطلوب تمام هشغل بقى كده المضرب مظبوط كده ونشغل ونضرب مع بعض الكريمة بتاعتنا هخلص بقى ضربها وهرجع لكم تاني نشوف القوام بتاعها بعد ما اضربها تعالوا نعمل ايه المرحلة التانية آه بعد ما ضربنا الكريمة بتاعتنا المرحلة التانية نوع تاني من الكريمة غير الكريم شانتيه اللي هي ايه اللي هي كريمة القشطة او القشطة الكدابة اللي احنا بنعملها عامة للكنافات او لايه الكنافة للبسبوسة للحاجات اللي احنا بنعملها ديت غير الطرط يعني وبقية الايه إيه الكيكات القشطة الكدابة ديت بنعملها ازاي احنا عملناها مع بعض قبل كده كذا مرة انا معايا هنا دوت آه معايا نص لتر من الحليب تمام الحليب دوت انا غلياه فسخن معايا مش هقدر احط فيه المواد الجافه بتاعتي تمام كده يبقى معايا نص لتر من اللبن او من الحليب اهو اه اه زي ما انتم شايفين كده معايا معايا كمان ايه اهو اه انا بقول لكم هنا ان انا غليته تمام شايفين طالع البخار يعني منه اهو بص بوريكي ان هو سخن لسه فطبعا احنا عادة لما بنعمل بيكون بارد بنضيف عليه النشا او الحاجات التانية الكريم شانتيه لو هتحطي عليه اي حاجة وتقلبيه على البارد وبعدين ترفعيه على النار بس انا عشان غليته فهعمل ايه دلوقتي بصي هتشوفي معايا معايا هنا دولة دولة اربع معالق او ثلاث معالق تقريبا او ثلاث معالق من النشا ثلاث معالق وكمان ظرف من الفانيليا الفانيليا دي مش هنحطها دلوقتي بعد ما بتستوي الكريمه بتاعتنا خالص وبتاخد السمك المطلوب بنحط ظرف الفانيليا هدوب بقى ايه النشا بتاعتي تمام في معلقتين كده من الميه هقلبهم كويس هدوب النشا عشان ما يبقاش فيها اي تكتلات خلاص تمام كده اهو زي ما انتم شايفين انا بدوبها دوبت النشا كده اهو بصوا بعد ما بدوب النشا كويس جدا لازم تدوبيها قبل ما تحطيها في اللبن السخن واضيف حبه ميه كمان اهو لازم تحطي النشا تكون دايبه تماما تمام عشان لو حطيتها على السخن من غير ما ادوبها الاول في ميه ساقعه او ميه من حنفيه عادي هتكتل معايا فانا كده هدوب النشا الاول بتاعتي وبعد كده هرجع اكبها على الحليب الدافي او اللبن السخن خلاص بصوا بقى كده انا كبيت اللي حطيت النشا على اللبن بتاعي ورفعتها على النار لغايه لما اخدت معايا السمك المطلوب بصي هوريك السمك بتاع المهلبيه بتاعتنا او القشطه الكدابه ايا كان اسمها او عايزه تسميها طبعا انا هحتفظ بيها في طبق زي كده هو لغايه لما تبرد خالص عايزه تحطيها على المطبخ عايزه تحطيها في التلاجة ما فيش مشاكل تمام اهو زي ما انت شفتي كده وشفتي القوام بتاعها بس اهم حاجه ان انا لازم اغطي وشها تغطي وشها بقى بستريتش راب بكيس تلاجة هتقصيه وتحطيه ما فيش مشاكل المهم عشان ما تعملش معاكي قشره وتبقى مجلده كده ومش حلوه لما نيجي نضربها تاني مع بعض ان شاء الله يبقى انا كده غطيت وشها زي ما قلت لكم وهحطها تبرد اسيبها على المطبخ الجو ساقعه مفيش مشاكل عايزه تحطيها على رف الثلاجة برضو لغايه لما تسقع خالص تماما انا مش عايزه فيها اي سخونه ممكن تشيل الكيس وتقلبيها وترجع تغطيها تاني تمام وهنرجع نكمل ده بقى كده الكريم شانتيه بتاعنا بعد ما ضربناه اهو انا بوريكم اول مرحله اللي هو الكريم شانتيه بس مش ال ال الكريمه الثانيه دوت الكريم شنطي. شايفين القوام لازم يوصل معاكي لمرحلة المنقار ديت قوام سميك بالشكل ده هنطلع دلوقتي الكريمة بتاعتنا الكريمة بتاعتنا ديت او القشطة الكدابة بعد ما بردت خالص انا سبتها يا جماعة وبقيت كل شوية بقلب فيها لغاية لما بردت خالص تماما ما فيهاش اي سخونية نهائي لان هي لو اتحطت سخنة على الكريم شنطي هتبوظ الدنيا وهيسيح معايا مش هتعرفي تلمي الموضوع تعالوا بقى نعمل ايه هنرجع نضربها بالمضرب تاني حبة بسيطة كده الاول عشان نرجعها كريمية زي ما كنا بنصفيها من البولة دلوقتي اللي احنا عملناها فيها تمام فانا هحطها في الطبق دلوقتي ماشي وهرجع اضربها كده ضربة خفيفة وحدها الاول بالمضرب لغاية لما تبقى معايا سايلة او مش سايلة او يعني كريمية تاني ما تبقاش مكتلة كده زي ما انتوا شايفينها اهو بالشكل دوت انا كده ضربتها بالمضرب اديتها بس سيلان شوية زي ما انتم شايفين هعمل ايه بقى ده نص كوباية من المية الساقعة مية حنفية عادي مفيش مشاكل تمام هضيفه عليها بعد كده بقى هعمل لها ايه دوت ربع كوباية من الكريم شانتي لاحظوا ان انا مستخدمة الكوبايات المعيارية يا جماعة كلها يبقى ده ربع كوباية من الكريم شانتي الخام برضو نفس اللي احنا استخدمناه ده ملوش دعوة غير الكريمة الثانية تمام كده ده هنضيفه على القشطة الكدابة اللي احنا عملناها وهنضربه لغاية لما يديني بقى قوام وفوم لاحظوا هنا ولاحظوا بعد الضرب ماشي بصي شايفة هنا مستوى الكريمة ازاي هضربها تاني بالكريمة الشنطية والمية اللي انا حطيتها ونرجع نكمل هنا بقى الكريمه بتاعتنا بعد ما ضربناها زي ما انتم شايفين كده معايا بصوا شايفين القوام وال... والسمك وكمان بصوا المستوى بتاع الكريمه وصل لايه في الطبق معايا اهو شايفين بصوا انا هوريكي بصي تمام هي كده معقوله جدا ليه ما تقوليش سايله ولا خفيفه لا لان احنا لسه في مكون تاني معانا هنحطه تمام كده اهو شايفين معانا ايه معانا معلقه من الجيلاتين جيلاتين البودر دوت بيجيب من عند اي عطار بتقولي له عايزه جيلاتين يعني تقولي مثلا عايزه بخمسة جنيه عايزه ب جنيه زي ما بيبيع هو مثلا هيديكي هتاخدي منه معلقه طبعا الجيلاتين لازم يتدوب في ميه سخنه تمام الميه معايا هنا دي ميه سخنه يبقى دوت ربع كوبايه على معلقه جيلاتين بودر هدوبهم واقلبهم كويس لغايه لما حبيبات الجيلاتين بتاعتي تدوب تماما مش عايزه يبقى فيها اي تكتلات ولا اي حبيبات عشان انا عايزه الكريمه بتاعتي تكون ناعمه تماما ما فيهاش اي تخريزات تمام كده انا بدوب كده الكريمه الاسفه الجيلاتين بتاعي وهرجع اصبه على الكريمه هناخد بقى الكريم القشطه الكدابه والكريم شانتي اللي احنا ضربناه في الطبق وهننزل بيه طبعا هو بارد تماما هننزل بيه على الكريم شانتي اللي احنا ضربناه تمام امشي معايا خطوة خطوة في الفيديو انا عارفة ان المراحل بتاعتها يمكن تكون كتيرة شوية بس مش صعبة والله صدقيني هتظبط معاكي وهتديكي نتيجة محترمة تعالوا بقى هنا بصوا بعد ما نزلنا بالقشطة على الكريم شنطيه هننزل مكانها بمعلقة الجيلاتين ليه ما نزلتش بيها بقى على البولة الكبيرة لان هي هتخرز معايا لو نزلت بيها على البولة الكبيرة مرة واحدة سخنة وسائع تمام فهتخرز وتديكي نتيجه مش محبوبه تماما فانا هنزلت بيها في الطبق الصغير وهنعمها شويه بالمضرب بعد ما نعمتها بقى بالمضرب تماما كده هو هعمل ايه برضو مش هرجع صبها وحدها لا لازم اصفيها تمام يا جماعه لان انت لو ما صفتهاش هنلاحظ دلوقتي وهتشوفي معايا ان كلامي مظبوط هيبقى فيها تخريزات كده من الجيلاتين يبقى انا هصفيها دلوقتي على ايه على نوعين الكريمه اللي عملتهم اللي هي الكريم شنطي والقشطه الكدابه بالكريم شنطي برضو تمام كده بصي اهو زي ما انت لاحظه كده شايفه بصي انزل كده بالمعلقه شايفه شايفه الجيلاتين عامل ازاي اهو بصي عشان كده بقول لك ان الجيلاتين ممكن ما يكونش داب كويس كله وفي تخريزات كانت هتبوظ معانا الكريمه هنزلها كلها وبعد كده هبدا اضرب الكريمه بتاعتي بقى كلها بالجيلاتين بالقشطه الكدابه بصي هنا لاحظي مستوى الكريمه فين تمام ولاحظي بقى معايا بعد ما نضرب ونرجع تاني ونشوف مستوى الكريمه وصل معانا لايه شايفه شايفه بصي الكريمه ولسه مسيله وما تقلقيش من السيلان بتاعها لان احنا حاطين جيلاتين بعد ما تخلصيها وتحطيها في التلاجة هتمسك اكتر واكتر بصوا بقى كده ده القوام بتاعنا اللي وصلنا ليه ما شاء الله شايفين البوله بتاعتنا اتملت ازاي كل ده يا جماعه من كوبايه وربع كريم شانتيه بس انتي مهما تفضلي تضربي فيهم مش هيديكي البوله المليانه دي تمام يبقى كده بصي انا كنت بوريك القوام شوفي رجعت تاني لنفس القوام المتماسك بتاع الكريم شانتيه جميله جدا جدا تنفعك بقى في الحلويات في حشوات الكنافه عملتي طرطو كنافه وعايزه تحطيها من فوق عملتي قطايف وعايزه تحشي بيها تعملي كيكايه وتحطيها في وسطها وعلى فكره والله انا عملت بالكريمه ديت تورتايه جميله جدا جدا وعشان التجليز بتاع التورته من بره زودت لها بس ايه حبه من الكريم شانتيه جميله جدا جدا هتنفعك في كل عزومات رمضان ان شاء الله تعمليها كده وتحطيها في طبق او في بوله وتغطيها وتحطيها في الثلاجه هتنفع معاكي ان شاء الله وتقعد معاكي بالاسبوع وتستخدميها بس ما تحطيهاش اكتر من اسبوع تمام بالشكل دوت اهو زي ما احنا شايفين لو وصلتي معايا بقى لغاية دلوقتي كده واستفدتي من الفيديو يا رب يكون مفيد ان شاء الله لايك وشير وسبسكرايب بحبكم فيكم